راح ناخذ ويف فورم بسيطه اللي هي الفول ويف ريكتيفايد. على تعريف الروت مين سكوير، مين بتذكر؟ روت مين سكوير، روت مين سكوير، ليش بيهمني الروت مين سكوير بعكس الافرج؟ ليش انا هاخذ الروت مين سكوير؟ لانه بيمثل الباور الموجوده في السيجما. اذا انا حسبت الار ام اس لويف فورم معناها هاي مربعها بتناسب مع الباور الموجوده بهذا السيجنال، وهذا مش بالضروره دائما لكل الويف فورم. مثلا لهي الويف فورم في ار ام اس لا تساوي في افرج، وطبعا لا تساوي في ماكس. لهي الويف فورم الفي ماكس هي هون موجود، الفي افرج رح يجي تقريبا مثلا هون، والفي ار ام اس رح يكون مختلف. واحنا حسبنا الفي افرج مش هيك؟ قديش كانت لهي الويف فورم؟ في افرج لهاي الويف فورم يساوي في ماكس على باي على 2. مضبوط؟ ولو كانت هاف ويف ريكتيفايد رح تكون في باي في ماكس على باي بس. اذا هون باي على 2 تقريبا 1.5 فكان بقسم على 1.5 تقريبا. اذا هذه الويف فورم رح اعمل نفس الطريقه اللي كان اعمل انتجريشن من هون لهون واضرب في 2. اذا عندي بتساوي رح تكون 1 على 2 باي. هلا اعمل من 0 لباي. راح اخذ في ماكس تربيع ساين ثيتا تربيع دي ثيتا. ماشي واضح هون ايش عملنا؟ ربعت الويف فورم الاصليه، الويف فورم الاصليه في ماكس ساين ثيتا. انا نسيت شغله، ليش لازم اعمل؟ ليش بربط اثنين هون؟ يعني كانت من 0 لباي مش من 0 ل 2 باي، وهذول متماثلتين. لو اني كانت من 0 ل 2 باي على ساين رح يكون يطلع معي. فهون رح اخذ بس هذا الجزء اللي موجود هون من 0 ل باي واربطهم في 2، فاثنين هذه بتشبه مع الاثنين اللي موجوده هون. في ماكس سكوير بقدر اطلعها من هون، بقدر اطلعها برا كمان مش هيك؟ شو بتصير عندي برا؟ بتصير في ماكس مضروبه في 1 على باي من 0 ل باي ساين سكوير ثيتا دي ثيتا. شو لازم اعمل الان بالساين سكوير؟ بدي اتخلص من الساين سكوير مضبوط، بدي احوله لشكل ثاني. اذا حتى اتخلص من الساين سكوير برجع لنفس العلاقات كمان هناك عندي، عندي كوساين اي كوس بي تساوي كوساين اي ساين بي ماينس ساين اي كوساين بي. كوساين اي ساين بي لا كوساين كوساين مش هيك؟ كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B. لو هلا عملت سيتنج ل A تساوي B بصير عندي كوساين 2A تساوي كوساين سكوير A ماينس ساين سكوير A. أنا بدي أوصل لإيش؟ لساين سكوير. إذا بدي أخلي الساين سكوير وأتخلص من كوساين سكوير، كوساين سكوير شو بتساوي؟ 1 ماينس ساين سكوير. مش هيك؟ مش ساين سكوير أي رقم زائد كوساين سكوير رقم يساوي 1. إذا هذا بيساوي عندي 1 ماينس 2 ساين سكوير A بيساوي كوساين 2A. إذا ساين سكوير A شو بيساوي؟ 1 ماينس كوساين 2A. مضبوط هيك؟ كل واضح بتذكر هاي من وين اجتها؟ أنا رجعت من المبادئ الأساسية بس تتذكر هاي. المبدأ الأساسي طلع معي هذا القانون اللي هو 1 ناقص كوساين 2A. ليش عملنا هيك؟ عشان اقدر اكمل ساين سكوير، مش كامل ساين سكوير بس بقدر اكمل كوساين 2 ثيتا. اذا رح يصير عندي الان في ماكس بيساوي او في في ار ام اس. في ار ام اس بيساوي في ماكس برا وعندي جوا 1 على باي. عندي محل ساين سكوير ثيتا رح يصير 1 ماينس، خليني بلاش احط خلينا اخليها انتجريشن، راح اخليها 0 لباي دي ثيتا، وراح احط في الداخل هون، خلينا نطلع الاثنين برا، بتصير عندي هاي هون 2 باي، وعندي في الداخل 1 ماينس كوساين دي ثيتا. ويساوي راح اشيل هذا من فوق،
شيل هذه. إذا عندي واحد، إيش إيش تكامل الواحد؟ ثيتا. وإيش تكامل الكوساين؟ ساين. ساين. ساين 2 باي زيرو زيرو ماينس زيرو ماينس ساين 2 زيرو ماينس ساين 2 زيرو زيرو ساين 0 0 ساين 2 0 قديش 2 0 زيرو اذا هذه عندي هون شطه هاي شطه شو ضل عندي باي على باي 1 على 2 تحت الجذر بتصير بي ماكس 1 على 2 تساوي بي ماكس على وهي انتم بتعرفوها مش هيك؟ بتعرفوها اذا لاحظوا على فكره هون نقطه مهمه الاي سي الار ام اس تبعها مساوي للفول ويف فول ويف ريكتيفايد سيجنال مضبوط؟ يعني الباور اللي موجوده بهاي السيجنال هي نفس الباور الموجوده بهاي السيجنال بس الافرج بهاي هاي السيجنال ايش؟ الافرج تبع هاي السيجنال في ماكس على باي على باي اوكي الافرج هون لا يساوي الافرج هون لكن الار ام اس هون يساوي الار ام اس ماشي واضح؟